طبعا نور، أولى محطاتنا لليوم يمكن بتهم كثير من الأشخاص، ومثل ما بنعرف إنه لكل شخص فينا هو شخصية خاصة فيه، بتختلف من شخص للتاني. طبعا السؤال كيف بنقدر نطور هي الشخصية ونطور من أنماط السلوك، كيف فينا نعزز الثقة بالنفس ونتجاوز العقبات اللي أكيد كلياتنا بنمرق فيها. كل هاي الأسئلة رح تجاوبنا عليها الدكتورة ياسمين الشلبي، دكتورة بعلم الإرشاد والتنمية المجتمعية. يسعد صباحك دكتورة. يسعد أهلا وسهلا صباحكم. فيك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نعرف التطور في الشخصية شو هو بالمعنى الحقيقي إذا بنبسطه أكثر للمشاهدين. تمام، أنا مع فكرة التبسيط كثير، حنبعد عن التعاريف الأكاديمية اللي شوي جافة، وحنقول هي مجرد خطوات أنا عم حسن فيها، عم طلع الشيء اللي موجود فيني وعم ضيف له، يعني هو شيء مكتسب وشيء موجود كمان فينا لنوصل لأفضل النتائج اللي نحن رايدين إنه نحن نوصل لها. يعني باختصار إنه نكتشف مكامن القوة اللي موجودة عنا ومكامن الضعف، ونزيد مكامن القوة لنكون أقوى ونكون أحسننا على التطور أو التطوير. تمام دكتورة، يعني الفروق الفردية هي موجودة دائما من شخص لتاني، وفي أشخاص بيعرفوا مواطن الضعف ومواطن القوة بشخصيتهم وبيشتغلوا على هذا الموضوع. قد ايه مهم اليوم نعرف حالنا لحتى نبدأ بأول خطوات تطوير الشخصية؟ تمام، أكيد كتير شيء مهم إنه نحن نعرف عن حالنا ونكتشف ذواتنا ونراقبة ونشوف ردود أفعالنا تجاه المواقف. يا ترى إذا صار موقف فيه مشكلة أو فيه انفعال، أنا كيف بتصرف؟ شو بعمل؟ شو برد؟ شو الآلية اللي أنا بدي أتصرف فيها؟ هي كل الأشياء عفوا بتساعد على أنه أنا أعرف هي الذات تبعيتي. وطبعا مو بس أنه بشكل عام، هيك في جداول معينة للاكتشاف، في ناس ما بتعرف تكتشف ذاتها فهي بحاجة لتستشير ويكون معها مرشد وتعبي استمارة معينة بأسئلة معينة بأنماط معينة لنكتشف الشيء اللي هو موجود عنده من مكامن القوة ونقدر نساعده ليوصل للشيء اللي بده إياه. أما البشر بشكل عام كلياتهم عندهم، إنما الفرق بين حدا قدر يكتشف ويطور وحدا لا. والأساس منرجع للعائلة، دعم الأب والأم، التربية الوالدية، الوسط المدرسة، وسط الأصدقاء، كل هاي الأشياء مين اللي هن عطول ملازمينه لهذا الفرد، سواء كان طفل ولا يافع ولا كبير، كلياتها بتأثر. فكمان اختيار الوسط المحيط كتير بيساعد على أنه نحن نكتشف ذواتنا أو نكون أسرع بالاكتشاف. طيب، يمكن حكيتي نقطة جوهرية كتير مهمة، قديش البيئة والمحيط يمكن بتلعب دور بتطوير الشخصية، لأنه نحن بنشوف الطفل الصغير كيف بيتم تشجيعه من قبل الأهل على أساسه أنت بتبني شخصية قوية واثقة من نفسها. اليوم إذا بدنا نحكي عن طرق تطور الشخصية، كيف فيني أنا بلش ساعد نفسي قبل المحيط؟ لأنه مش دائما المحيط بيلعب دور إيجابي نوعا ما. طبعا أكيد، وعلى ذكرا يعني تعقيبا على حكيك، أفلاطون بيقول أنه الشخص اللي هو بيكتشف حاله وبيشتغل على حاله أقوى بمئة مرة من الشخص اللي صحيح. هو بيساعده الناس، لأنه تماما بيعرف شو بده هذا الشخص. بس مو يعني اللي ما بيعرفوا هن ضعفاء، أكيد لا، بينشغل عليهم وفي طرق تانية ليتم اكتشاف هذا الشيء اللي عندهم اللي هي الذات. هلأ الأقسام، في عنا تطور جسدي، في عنا تطور عقلي، في عنا تطور نفسي، وفي عنا تطور روحي. هلأ غالباً بيذكروا الثلاثة وما بيذكروا النفسي، هن الأربعة مهمين لحتى نقدر نطور حالنا ولا صغارنا. عم بحكي أنا عن كل الشرائح، يعني ما عم خص هون شريحة معينة. طيب كيف بدي طور جسدياً؟ أكيد بده يكون في توافق بين هذا الجسد والفكر اللي عندي. أنا ما عم أقول نتبع أنظمة غذائية بشكل مبالغ فيه، لأنه في ناس كتيرة ما قدرانة تمشي على نظام غذائي بسبب الوضع الاقتصادي، خاصة هالوقت. تماماً، خاصة هذا الوقت. فبدنا نكون واقعيين، أنا عم أقول إنه يمارس رياضة، يمارس استرخاء، يمارس تأمل، وبالقدر اللي بيقدر يساوي في نظام صحي يساوي. ما عم نطلب شيء مبالغ فيه. هي بالنسبة للتطور الجسدي، لأنه لما بيتطور جسدياً بينعكس على صحته النفسية، فبصير في انسجام أكثر. بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي النقطة الروحانية، ضروري يكون في قيم ومبادئ أنا بتمتع فيها وأنا ما أتنازل عنها شو ما صار، طبعا سواء أنا ولا لأطفالي ولا للناس اللي أنا عم بشتغل عليهم، بغض النظر هم مين هو المستفيد. بالنسبة للتطور العقلي، إني أضيف عادة جديدة عندي، فكرة جديدة، أقرأ كتاب، حتى لو ما بحب القراءة، ممكن القراءة الملموسة، فيني استعين بالشيء الإلكتروني، فيني أشوف فيديوهات، يعني في طرق كتيرة ما أنا محدودة، أو جالس الناس اللي هي عندها فكر حلو أنا بقدر استفيد منها،
ما بتروح جلساتي ضياعة وقت. والنفسي اللي أنا هذا حصرا هو مع المعالج النفسي أو المستشار اللي هو بده يساعدني على أني أتخطى. فالجوانب هي الأقسام هي أربعة والجوانب هي كثيرة. كيف يعني؟ يعني هدول الأربع أشياء أنا بدي أسقطهم على جوانب. الجوانب هي جانب العلاقات الاجتماعية، الجانب الشخصي اللي خاص فيني، جانب العمل، جانب العائلة، بالإضافة للجانب الإيماني اللي موجود عندي عند كل شخص. هي الجوانب المتنوعة اللي بسموها عجلة الحياة، اللي بيحب هو يدور عنا أو يبحث عنا حيلاقي في ناس قسمتها لثمان أقسام، ناس قسمتها لستة، ناس دمجت المهني مع المالي. بالخلاصة أنا يلي بهمني الناس إذا بحثت عن هذا الموضوع حتشوف وين نقاط ضعفها. يعني مثلا خلينا ناخذ مثال مثلا عن العلاقات، مثال عملي مثلا، هي يمكن الكل عنده مشكله خصوصا بهي الظروف. يعني هي نقطه كثير مهمه وهي يعني في لها احتياج. حناخذ مثال صار بواقعنا وكيف تم التعامل معه. لنفرض نحن ثلاث شخصيات، كل حدا اخذ دور مقابل الشاب اللي تنمروا عليه بالمدرسه من فتره لانه اجى اول يوم باللباس المدرسي نظامي. تذكرتوا الشاب اللي كنيته زيني؟ هلا عمر او علي ما عاد اتذكر اسمه، بس المهم انه كنيته زيني. هذا الشاب اجى من اول يوم باللباس المدرسي وحامل دفتر معه وجاي متفائل اول يوم مبسوط. صدم بالواقع تماما. كميه التنمر يلي صارت عليه على وسائل التواصل غير منطقيه نهائيا. جيت مثلا انا تنمرت وقلت انه شو من اول يوم مثلا ملتزم، وصرت بقى احكي كلام مسيء لهذا الشاب انه لا وكمان جايب دفتر. تمام. بالنسبه لإلك كنت محايده انه خلص اتركوا القصص لناسا، كل حدا يهتم بحاله ويترك غيره، يعني يركز بحاله. حضرتك كنت ايجابيه انه ايه فوق ما انتم مثلا ما تشجعوا لهذا الشاب اللي اجى اول نهار وكان ايجابي وكان ملتزم. كثير قلال الناس الملتزمه عندنا، وهذا سبب من اسباب الفشل الاجتماعي اللي هو الالتزام. يمكن اجى ثاني يوم كمان مو لابس اللباس المدرسي. بعد التنمر هيك بصير. وين ادت القصه؟ ادت للاب يدافع عن ابنه وينزل على مواقع التواصل ويقول قد هو مجتهد، هو طالب مميز. فهون في اختلاف، معناها انا يلي حكيت بالطريقه السلبيه صار عندي مشكله بنقطه العلاقات وعندي اشاره استفهام، فبدي راجع ذاتي. طيب كيف بدي راجع ذاتي؟ بكل هدول المجالات عندنا فكر ومشاعر وسلوك. فانا اذا كانوا الثلاثه موجودين عندي سيئين بكل نقطه، فمعناتها انا لازم هون اشتغل على النقطه. مثلا انا عندي فكره سيئه حصرتها بس ما طبقتها شيء، حسيت فيها شيء، انا مارست شيء ثاني. تمام تمام. للعائله كيف الارتباط العائلي بيكون؟ كيف انا دكتوره عفوا يعني فضل. اليوم نور يمكن هذا الشيء نحن كثير بنواجهه، انه في بعض الاشخاص متنمرين لدرجه الاذى. تمام. خلينا نقول، بس هن ما بيعرفوا انه هذا الشيء غلط بشخصيتهم، بيفكروا اوقات انه هي قوات شخصيه، بيفكروا يمكن من نوع من فرض نفسهم على المجتمع والواقع. هدول الاشخاص بالذات كيف فينا نحن نعرفهم بحالهم يمكن لحتى يبلشوا يغيروا شوي من هي الصفه المؤذيه لكل شخص محيط فيها؟ تمام. هلا انت اذا حاسه بجزء من المسؤوليه لهذا الشخص وحابه انك تخبريه، حتنتقي اسلوب معين تسربي هي المعلومه من خلال نقاش او موضوع انفتح. بس اذا انت ما بتموني انك تحكي بهذا الموضوع، حاولي تعززي الاشياء الايجابيه اللي عنده. دائما اكدي على الاشياء الحلوه اللي بتمتع فيها هذا الشخص، فشو بيصير؟ بيصير بيمارسها اكثر، فبيرتفع معدل الايجابيات. السلبي ما بيمحى بس انخفض. تمام. صار في اشياء اكثر. وبصراحه السؤال اللي عم تساليه بده برنامج. يعني برنامج عملي نفسي لحتى افهم هذا الشخص وين كان، باي بيئه، شو تمارس عليه ضغوطات. المشكله دكتوره احيانا بتقولي نحن بنتفاجئ انه مثلا بترجعي بالزمن لورا لتشوفي البيئه والضغوطات، احيانا بيكون ببيئه سليمه. تمام. لم يتعرض الى اي شيء، عايش حياه جدا جميله، بتتفاجئي انه هو ممكن يكون عنده مشاكل نفسيه من خلال شخصيته اكثر من الاخر يمكن اللي تعرض لكل هي المواقف ساعدت على بناء شخصيه اقوى. هون الاختلافات الجذريه اللي بتكون. لهيك ركزت على نقطه العلاقات الاجتماعيه قديش هي
البوابة لكل النقاط الحكيتية. لما نقول شيء شخصي، شيء عملي، شيء مهني، هي العلاقات الاجتماعية كله يصب في العلاقات الاجتماعية. معك تماما. أنا اليوم عم نمر بظروف قاسية وصعبة وعشر سنوات من الحرب، يمكن كل الناس اللي هلا عم تشوفنا بتقول إنه هيدا كلام جدا نظري، أنا كيف فيني طبقه على أرض الواقع؟ أنا بدي أعطيهم، أكون إيجابية نوعا ما، أعطيهم نقطة تفاؤل، كيف فيني بلش شوي شوي مع كل هاي الظروف؟ يعني كلياتنا بحاجة لأنه فعلا ندعم نفسنا، أنا قديش فيني أتطور. أحيانا بتحسي حالك وصلتي لمرحلة إنك تنسحبي، يعني أكيد. لا بدك بناء شخصية ولا تطوير، بدك راحة بال وسلام فقط يعني. تمام. من هاي كل الظروف اللي عم تفيد. معك مليون بالمية بحكيك. كل شيء من برامج ولا لقاءات ولا أي شيء منشوفه ولا حتى كتاب منقرأ هو نظري مجرد ما تطبق. في ناس بتسمع بتطبق، في ناس ما بدها تطبق، هي ما مارست السلوك اللي حكينا عنه، صحيح. فحيضل عندها نظري، فالشي بحاجة لممارسة، لأني بلش لأنه هي خبرات تراكمية. صحيح. فهون الشي اللي بدي أقوله، يآمن الشخص بأنه نسخة متفردة، أنا ما بشبه الثاني، ما حدا بيشبه حدا. للأسف الشيء اللي عم يمر هو حتى الشخص اللي أنت عم تحكي كنتي عنه ممكن نفكره أنه هو حدا واثق كتير من حاله، بس هو بالعكس. صحيح. هو ناقصه ثقة كتير. ليش؟ لأنه مو مآمن بنفسه، عم يتبع أسلوب ثاني ليوصل الشيء اللي بده إياه ويفرض شخصيته، فلا مآمن بنفسه، لا بيعرف حاله أنه نسخة متفردة. مبقر لنفسي انه انا مثلا ما بقدر ساوي هذا الشيء، او انا حدا بقدر اعمل كل شيء بس بالطريقه اللي بدي اياها ومو صح. هذا الاقرار بيولد اعتقاد، وهذا الاعتقاد خطير. متى ما تولد عند الاعتقاد فانا مآمنة وعم بمشي عليه، فبيرسم الطريق اللي قدامي. فهي النقطه اللي هي بتساوي اشاره استفهام. فاما اذا امن انه انا ما بتقارن بغيري، انا الظروف اللي انا موجود فيها والحياه اللي موجوده فيها مو موجوده عند غيري، بدي اعمل اللي بقدر عليه. انا ما عم اقول مبالغ، وبعرف انه الاوضاع صعبه، اللي بقدر عليه. بس في ناس بتقلي لها انه مارسي مثلا قراءه كتب، طوري حالك، ما بتحب القراءه، بدي ميل لشيء ثاني. ناس بتقول لك نزليني على ارض الواقع، اعمل شيء عملي. كل حدا بفكر بطريقه مختلفه. فهون لازم نآمن بحالنا، نعرف حالنا انه نسخه متفرده، نعزز الايجابيات اللي موجوده عنا، وندور على الشيء يلي هو بخلي في عنا متعه، وبنفس الوقت بنكافئ حالنا. كيف يعني؟ يعني مثلا انا بطعمي قطه، مثلا طعمي قطه شيء بسيط مثلا، وانا فرحت، سجلها بالمدونه تبعي انه انا سويت انجاز. قد ايه هو بسيط، بس بتراكم الاشياء اللي سويتها بالنهار انا بشعر بلذه كثير جميله انه انا عملت شيء لو كانت بسيطة كتير. فليش أنا قربت على هاي النقطة؟ لأنه أغلب الناس ما قدران تقدم بشي كبير. أنا ما عم بطلب الشيء الكبير، عم بطلب أشياء بسيطة متدرجة اللي هي بتسعد وبتفرح، لأنه الدائرة بدها تدور. نطلع من دائرة الراحة اللي نحن موجودين فيها، اللي نحن بنعرف إنه كل شيء فينا نحققه فيها، نطلع شوي لدائرة تانية، نتنقل بين الدوائر، لأنه أنا أتعلم، لأنه أنا أطلع من دائرة الخوف. هذا الخوف اللي موجود عندي من مشكلة معينة حوله لحافز. كيف يعني؟ يعني أنا بخاف أنه الناس تحكي علي مثلا عن هاي النقطة أني أنا ما أنجزت أو ما ساويت أو ما حققت، اقلبها حافز. أنا رح حقق الشيء اللي بدي إياه، وحألغي هذا الخوف اللي موجود عندي، وبكرة بعد فترة زمنية معينة نتيجة خطتي اللي حطيتها رح وصل للشيء اللي بدي إياه. فأنا جزئ الهدف كبير، جزئه لأقسام، لأنه بجوز مرة واحدة ما أقدر حققه. وفي ناس عندها قدرة، بس اللي ما عندهم قدرة والناس الأضعف يجزئوا هذا الهدف ويتبعوه مع أطفالهم ومع اليافعين ومع زواتهم. من باب هي النقطة كرمال ما أنسى، كان في عنا نحن كتاب العادات السبعة للناس الأكثر فعالية، كتاب جدا جدا رائع بمجال التغيير الشخصي. طيب إذا نحن كبار وعم نشتغل عليه، طب شو مشان اليافعين؟ هي نفسها بس العائلة ساوت كتاب هو للمراهقين أو اليافعين، فهو مبسط أكثر. طيب شو مشان الأطفال؟ كمان في عادات الأطفال السعداء، كمان فينا نحن نمارسه على أطفالنا ونعلمهم إياه بأسلوب بسيط وبحكاية بسيطة. هدول الأشياء بنصح فيهم كتير للتغيير الشخصي والتطوير الشخصي. فنحن عنا أشياء كتيرة بدنا حدا يساعدنا يطلعها، وفي أشياء نحن بنكتشفها. فرجاء اللي قادر يدعم أو يقدر لا يقصر بهي الفترة، لأنه شعبنا بحاجة دعم جدا جدا كبير لو بأبسط الكلمة. أكيد. من خلال تجربتك دكتورة والاحتكاك الدائم مع الشخصيات بمختلف أنواعها ومستوياتها، برأيك شو هي أبرز العقبات يلي ممكن تواجه الأشخاص يلي فعلا هن مآمنين بحالهم وحابين يطوروا من ذاتهم؟ للأسف إذا بدي يكون كتير صادقة بهذا الجواب،
بقول لك انه محور الاب اخذ حيز كثير كبير عند الشباب والصبايا اللي اذا بدي احكي انا بعمر يعني خريجين جامعه، يعني انا ما عم بحكي هلا على الطفوله المبكره لانه احنا عاده بنحكي كثير عن هذا عن موضوع الطفوله المبكره، وما رح احكي عن الكبار، احكي عن هي الشريحه الاكثر احتياجا اللي عندها مشاكل كبيره بانه انا مثلا خريجه حقوق تمام اشتغلت على حالي وتعذبت على حالي وحاولت اني ما اخلي البابا يسجلني بجامعه خاصه، ومع هيك انا ما بلاقي تقدير منه، ما بلاقي كلمه حلوه، ما بلاقي انه فخور فيني. النقاط اللي هي التقدير عندنا اشاره استفهام كثير كبيره عليها. طالبه ثانيه مثلا كمان خريجه علم اجتماع، هدول من الناس اللي انا مخالطتهم وكثير قرب، طبعا اذا بدي عد ما رح خلص، بس منهم انه انا مشكلتي اهلي، انا مشكلتي اهلي انه انا ولا اي شيء بعمله بيمتنوا لإلي. طب معلش هدول جبناهم للاولاد نحن سواء برغبه او بغير رغبه، بس نحن مسؤولين عنهم. صحيح. فانا شويه دعم، انا ما عم اقول لك اعطيني مصاري، ما عم اقول لك قدم لي شيء مادي، شويه روح بالعلاقات، هي اللي نحن هلا بحاجتها. وتعقيبا على انه ليش الاكثر احتياجا؟ لانه نحن ما عندنا شيء اسمه مهارات تفكير بحياتنا. لو نحن متعلمين من نحن وصغار انه اذا عندي مشكله كيف بحلها؟ كيف بيكون عندي بديل؟ هذا منهاج كامل نحن فينا نتعلمه سواء كنا كبار او صغار، فقديش حلو انه نحن نشتغل على حالنا فيه وما نحتاج حدا. نعرف انه نحن هيك كمان بيلعب دور من البدايه، يعني طبعا الاب والاهل والمحيط لما اقول في مهارات تفكير وتعلم كيف انا مثلا بدي احل المشكله، هي كمان البيئه اللي هي أكيد. نفس الشاب ولا الصبيه اللي عمرها 20 25 سنه ما لقيت هذا الدعم، فانا قولا واحدا ما رح تلاقيه يعني فينا اصغر. وهي النقطه ليش عم اسالك عنها كثير مهمه، بتلعب دور لانه انا عم مزرع، يعني انا جبت ولد للاسف يمكن كمان الظروف الصعبه اللي عم مر فيها، احيانا بتلاقي الولد هو مفششه اهله، بتلاقي الشيء اللي ما حققه لازم الولد يحققه، بتلاقي الولد اساسا يعني هو مرايه اهله، كل الصفات بيكتسبها من الاهل، لعب الدور الاساسي والدعم من العيله والبيئه والمحيط. أكيد. في ناس ما عم بتلاقي نوعا ما. اكيد. بس على ذكر حكيك انه هن هون هدول كل الناس اللي هي عم تتعرض للالم وللمشاكل وهن المكسورين واللي موجوعين هن الاكثر تطورا. صحيح. ليش؟ اذا كان عنده الرغبة فقط بشرط، أما إذا ما كان عنده لأنه حيصيروا بمرحلة إحباط تحدي الظروف. تمام. تحدي الظروف، بس في فرق بين أني أتحدى وأنا مبسوط وبين أني أتحدى لأني بدي ورجيهم أني أنا ساويت شيء. هون بتفرق بين شخص مفعم بالإيجابية وبين شخص في بطريقة اندفاعه فيها حقد أو فيها تشفي، فهون كتير في مشكلة. كمان تعقيبا على حكيك بدي أذكر قد ايه في ناس محفزة. هلا إذا بدنا نحكي عن الوطن العربي ولا العالم، انا ما حاحكي عن الوطن العربي لانه كل حدا يعني له مجاله، اما حاحكي شيء عالمي لانه فيها مشكله الشخصيه اللي هي ليزي شخصيه ليزي سكويز. هي الشخصيه كانت بتعاني من متلازمه شكلها جدا يعني شبهت حالها انه هي اقبح امراه بالعالم، بس قد ايه كانت محفزه لكثير ناس. فهون ما ضروري دائما نلجأ للإنسان اللي متكامل بمجالات حياته، كانت ملهمة مع أنه عندها كتير مشاكل، فندور على الناس اللي نحن بنقدر ناخد منها ونكون مبسوطين نطبق، مو بس نسمع. أي شيء بنسمعه ما منطبقه فهو عبارة عن هباء. تمام. كتير حلو. اليوم مثل ما قلتي انت النماذج المحفزة بالحياة بتلعب دور كتير كبير عند الأشخاص اللي فعلا حابين يتطوروا ويغيروا من واقع حياتهم رغم الظروف اللي حكينا قد ايه هي يمكن صعبة وبتاخذ من طاقة الإنسان بوقت كتير كبير. برأيك القبول الاجتماعي للشخص ممكن يكون هو دليل على نجاحه بالحياة مدى القبول من أي وسط كان، إن كان العمل أو المدرسة أو أي وسط؟ طبعا هلا اكيد هو دليل، بس مو دائما. في ناس مقبوله بالظاهر بس يعني اذا نحن بدنا نحول القصه مثلا بالعمل مقبوله بس تعي معها لعلاقه شخصيه ما بتقدري تعدي معها ولا دقيقه، لانه في وجوه عم تتغير بشخصيه الانسان. اما بالشكل العام الطفل اللي مشغول عليه اجتماعيا، وحتى في اطفال مو مشغوله عليها بس لقت بيئه مناسبه ظرف مناسب انتقلت لهذا الطور، اكيد بتحقق نجاح اكثر. ليش؟ لانه مختلطه اكثر وعم تشوف ناس اكثر واكيد اطلعت اكثر، فانا اتحت البيئه اثريتها. ليش بنقول للطفل الصغير
الصغير انه انا اذا بدي اعلمه ما لقنه، حط كل شيء جنبه، يعني مثلا بدي اعلمه لنفرض كيف يلعب بالمكعبات، كيف يقرا قصص، انا ما بجيب المكعبات وبقول له كيف يساويها، بزيد كل شيء قدامه وبخلي البيت كله مكركب، بس انا بحفز، هي الطريقه بتعلم. ونفس الشيء انا لما بجيب كتاب وبشوفوني اولادي عم بقرا كتاب بدون ما اقول لهم اقراوا، رح تلاقيهم بعد فتره حملوا الكتاب وقراوا. يعني انا كثير اسفه انه انا من بين 30 طالب جامعي ضمن احصائيه عملناها بشام الياسمين، من بين كل 30 طالب جامعي طالب واحد فقط مرتاح بعائلته ومو بشكل خارق، يعني على الاقل ما في مشاكل، فقدين نسبة كبيرة كبيرة كثير النسبة. فرجاء اللي هن بدهم يطوروا حالهم يآمنوا كثير بحالهم ويحطوا خطة لو كانت بسيطة، خطة بسيطة انه قصيرة اقدر ينفذها، وخطة طويلة، لانه الاشخاص اللي بيخططوا بيوصلوا للشيء اللي بدهم اياه بسرعه. كثير بشطب اول شغله خلصت منها بشطب الثانيه، يحافظوا على انه في عندي شيء اولويات بقدر ساوي شيء، بس انا هذا اهم من هاد فانا رح ساوي هاد. يحافظوا على العلاقات الاجتماعيه وعلى اجزاء التطور اللي حكينا عنه، جسديا عقليا نفسيا وروحيا، حتى لو هن ما بدهم يلجأوا لاختصاصيين. هذا اللي بدي اسالك عنه طبعا. بالختام دكتوره خلينا نعطي بعض النصائح لتطوير الذات والشخصيه، اذا فينا نلعب على هدول النقاط وفينا نقول تطوير الفكر والمشاعر والسلوك. تمام. كتطوير نرجع لفكره انه نحن نآمن بحالنا ونعتبر حالنا انه نسخه فريده ما في مننا. طبعا هلا مو الكل حيقول لي ايه انا ماني حاسس حالي انه نسخه فريده. طيب خلينا نشوف شو النقاط. انا ونور بنحس دائما نحن حاله فريده، بس بعدين بيجي الاهل مو فريده ما بيدعموك ابدا. طيب بنشوف شو نقاط القوه عند الشخص وبنضل بنحكي فيها. يعني انا ما عم اقول نمدح بشكل مبالغ، لا، نركز انه يا الله هي الشغله كثير حبيتها فيك. على ذكر انه حاعطي مثال مشان يكون اقرب، فكره مبادرات الاجتماعيه، عاده نحن كمؤسسه بنشتغل نحن فريق العمل منبادر، هالسنه قلبناها جبنا اليافعين، وبشكر كثير الطالب كريم جاويش والطالبه حبيبه عطايا، هدول الطالبين اسسوا مبادره أكيد هي التوزيع. الله يخليكي، نوجه لهم تحيه اكيد. قاموا بتوزيع حقائب وقرطاس، مو قرطاس، ادوات لباس مدرسي، حدا منهم تولى مهمة التوزيع وحدا منهم تولى مهمة الشراء. ليش؟ لأنه بدهم يبنوا مهارات اجتماعية. الشخص اللي ما عنده مهارات لا تواصل ولا استماع ولا تحدث ولا تفكير ما فينه يعيش، يعني بضل حدا منطوي ومنعزل ما عم يقدر يخوض، وهذا المجتمع بدنا نخوض وبدنا نفوت فيه أكيد. بالنهاية دكتورة مثل ما تفضلتي وحكيتي، التجارب الحياتية اللي بتثقل الإنسان مدى تقبله لذاته ومحاولته المتكررة يمكن لتطوير نفسه هي أهم عوامل النجاح. كثير من المعلومات والدفع المعنوي اللي اعطيتينا اياها اليوم، نتشكرك كثير دكتوره لك المعلومات اللي قدمتيها. نتشكرك اكيد على وجودك معنا، ومثل ما قلتي بس الواحد يكون مآمن حاله اكيد هي اولى خطوات تطوير الذات. شكرا كثير لك. ميرسي.